هناك من يرى بأنه على عكس الحال في الدول الأخرى التي تعمل فيها شركات النفط الأجنبية، لا تفعل معظم هذه الشركات الكثير في العراق للحد من تأثيرها البيئي، فمن الأرخص والأسهل لها الاستمرار في هذا التلويث أو تلويث البيئة، يعني أهمها تحقيق أعلى الأرباح واستغلال أسعار النفط، فمن يتحمل مسؤولية ما يجري برأيك؟ يعني في الأساس تتحمل الحكومة التي أبرمت العقود مع هذه الشركات دون أن تكون هناك شروط جزائية أو تراعى الظروف البيئية أو تلزمها بالمعطيات التي تتناسب مع مسؤولياتها الاجتماعية في تلك المناطق. المسؤولية الأخرى تقع على عاتق وزارة النفط أو شركات النفط العراقية، التي أيضا في بعض الأحيان لا تقوم بممارسة دورها في الرقابة على نشاط هذه الشركات أو تقوم بالتأكيد على دفع الغرامات. الآن لدى هذه الشركات النفطية العاملة شركات ضخمة للمحاماة، وبالتالي الفريق القانوني العراقي يجب أن يكون فريقا قويا قادرا على فرض إرادته، وبالتالي الاستطاعة إلى فرض الإرادة الوطنية على هذه الشركات بغض النظر عن كونها تحقق المردود الإنتاجي النفطي الذي تطمح إليه الحكومة. لذلك ليس كل شيء هو أموال، وإنما هناك تنمية وبنى تحتية ومستقبل للموارد البشرية، هذه أيضا يجب أن توضع في عين الاعتبار لدى الحكومة عندما تقوم بالتعاقد مع شركات نفطية أجنبية.